ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بجزء نعم، لله مرحبا. بداية رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك، لله ألف مرحبا. بغينا نسولك كيفاش دوز النهار ديالك في رمضان؟ والله يا رمضان يعني أسعد الأيام في حياة المؤمنين كلهم، وليس في حياة يعني رمضان أيام تمر بسرعة لا تصدق الحقيقة، أن المؤمن إذا دخل على هذه العبادة، عبادة الصيام في هذا الشهر الفضيل، إيمانا واحتسابا، وهو يأمل أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في الحديث، فبدون شك أنه سيشعر بالسعادة القصوى، ومن ثم فهو يحرص على أن يكون صيامه صياما مهتديا بالهدي النبوي، بحيث لا يكتفي فقط بالامتناع عن الطعام والشراب والمفترات المادية الأخرى، ولكن أيضا يمتنع عن السلوكيات والأخلاق النشينة التي ممكن أن تؤثر على صيامه. لا سيما مثلا إذا استحضرنا الحديث النبوي الشريف: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أن المسلم مطالب بالتخلق بأخلاق الإسلام، أن رمضان مدرسة، ومن ثم سيتعلم لإنفاق هذه الأخلاق الكريمة في باقي الأيام طوال السنة. أقضي رمضان كما يقضيه الناس المغاربة، نبدأ لكم من الفجر ولا من المغرب؟ لبيتي يا سيدتي. طيب، بعد أداء صلاة الفجر، صلاة الصبح، عندي ورد قرآني، وبعد ذلك أتابع الأخبار عبر المواقع الإلكترونية أو في بعض القنوات الإخبارية في التلفزيون لمدة معينة، نصف ساعة أو ساعة، ثم بعد ذلك أنام حوالي ساعتين تقريبا أو 3 ساعات، لأنني في الغالب لا أنام بالليل، ثم بعد ذلك أقوم لأتهيأ إما إلى المحاضرة أو إلى برنامج إذاعي كما في هذه السنة، كما في السنة الماضية أيضا، حيث كنت ملتزما مع شدائف أم طيلة شهر رمضان في ساعة ونصف مباشرة يوميا. الآن أنا ملتزم مع إذاعة كاب راديو الاثنين والخميس والسبت في برنامج مباشر أيضا. إذا إما استعد إلى هذه الالتزامات الدعوية، وكذلك إلى أن يصل موعد الظهر أذهب إلى المسجد. أنا حريص دائما الحمد لله على أداء الصلوات الخمس حيث يؤذن لها في المساجد، وبعد ذلك أنظر في حاجات البيت، يعني ممكن أن أتسوق لهم، أتبضع في ما يحتاجونه من ضروريات الحياة، المأكولات وكذا، فهذا هو. ثم بعد ذلك يعني عندما أقوم بواجب الدعوة، إما في مسجد أو في محاضرة في أي مكان آخر، بعد العصر وبعد صلاة العصر أيضا في المسجد، لأني أنظر أيضا في مصالح البيت وكذا، أو أزور بعض الأصدقاء، أو أقوم بجولة في ضواحي المدينة، أو أقوم بتمريني شبه اليومي، وهو عبارة عن مشي لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربعا في بعض الأماكن المؤهلة لهذه الرياضة. فهذا هو، إلى أن يحين وقت صلاة المغرب أو ساعة الإفطار. طبعا حريص أيضا على قراءة القرآن بين الحين والآخر من أجل الختم مرة أو أكثر مرة في هذا الشهر الفضيل. عند الإفطار طبعا مائدتي لا تختلف عن موائد المغاربة، لكني أفضل الحريرة، واللي أفضل أيضا هذا التين الأخضر الآن موجود الباكور في الأسواق، وأنا أفضل أن يكون فطوري هكذا.
الحريرة والبكور أو التمر، هذا هو. نعم، كلمة أخيرة تبغي تقولها للمستمعين ديالنا. والله لله، ماذا أقول؟ أقول لهم بارك الله لكم في عبادتكم في هذا الشهر الفضيل، في الصيام، في القيام، في قراءة القرآن، في التراويح، وأقول حرصوا على هذه النفحات الربانية في المساجد في التراويح، فهي نعمة من الله عز وجل قصيرة المدى، الشهر يعني قصير يمر بسرعة البرق، فصلى الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في هذه البلاد. نعم، شكرا لك بزاف أستاذ.